هروح لمنتخب مصر. منتخب مصر الاخبار المتعلقه به منتخبنا الوطني، بعثه المنتخب بتصل الى مدينه فولجوغراد بعد رحله طيران استغرقت تقريبا ساعه، توجهت على طول للفندق اللي هيستضيف الفريق في خلال وجوده بالمدينه للقاء السعوديه يوم الاثنين. اللقاء بكره الساعه 2 هيكون الاجتماع الفني للمباراه، الساعه 3 المؤتمر الصحفي السابق اللي بيحضره المدير الفني وكابتن الفريق، ويؤدي الفريق تدريبه بعد المؤتمر. اداره البعثه كانت قررت العوده الى القاهره مباشره الساعه 9 في صباح اليوم التالي من فولجوغراد، ومش هيرجعوا تاني على جروزنا، هيرجعوا يوصلوا بالف سلامه بعد ان شاء الله ما نكسب السعوديه ونحقق انتصار على الاقل معنوي.